شكوى. لما تراءت القبور لحرم الرسول صلى الله عليه وآله العائدات من الأسر، صرخت ونادت السيدة زينب عليها السلام: يا أخاه يا أخاه ويا ابن أماه وقرة عيناه، بأي لسان أشكو إليك من الكوفة والشام وإيذاء القوم اللئام، ومن أي المصائب أشرح لك من الضرب والشتم أو من شماتة أهل الشام؟ ثم أخذت تعدد مصائبها لأخيها وهي تبكي كالثكلى.